جزيرة العملات الرقمية كريبتولاند. وفقاً لطبيعة العملات الرقمية الافتراضية، قد تعتقد للوهلة الأولى أن جزيرة كريبتولاند جزيرة افتراضية في عالم الميتافيروس. وإذا ما صح اعتقادك، فإنك سوف تحتاج إلى معدات وأدوات مخصصة للدخول من بواباتها، كاستخدام الجوارب المخصصة أو النظارات اللازمة. فما هي حقيقة الجزيرة؟ جزيرة كريبتولاند في دولة فيجي جنوب المحيط الهادئ، على بعد 2000 كيلومتر من شمال شرقي جزيرة نيوزيلندا الشمالية. تقع جزيرة ليبرلاند التي تتكون من 3 مناطق رئيسية، أهمها وأبرزها منطقة تسمى كريبتولاند. اعتبرها البعض جزيرة العملات الرقمية المشفرة. لكن لماذا اسم كريبتو بالتحديد؟ لأن هناك عملة رقمية تحمل اسم كريبتو بالطبع لا توجد بشكل مادي، ويتم تشفير الكريبتو بتقنية البلوكشين التي لا تسمح بسرقتها أو نسخها، ويتم ذلك لأنها عملية غير مركزية للحفاظ عليها من دخول طرف ثالث إليها. تعد كريبتولاند أول جزيرة واقعية مخصصة لعشاق العملات الرقمية المشفرة. أتسعى الجزيرة إلى أن تكون مركزاً عالمياً لمحبي العملات المشفرة والاستثمار في القطاع الرقمي على أرض الجزيرة. القائمون على جزيرة كريبتولاند زوجان سيئان السمعة، هما ماكس أوليفي وهيلنا لوبيز. عملا معاً في أحد المجلات التي تسببت فضيحة ما في إغلاقها، حيث وضعت المجلة في خانة إحدى الطرق الجديدة للاحتيال. أتجمع الجزيرة الوليدة بين الرفاهية العالية بحثاً عن استقطاب العدد الأكبر من عشاق التشفير، حتى تتناسب مع الجزر الافتراضية في عالم الميتافيروس التي تستوطن مخيلة الجميع. وتعد منطقة كريبتولاند أبرز وأهم مناطقها، وكريبتولاند هي عبارة عن منتجع سياحي يتكون من ساحات عمل ومطاعم ومنتجعات سكنية. أما هاوس أوف DIO فهي المساحة المخصصة للشركات الناشئة والناشطة في عالم العملات المشفرة والرقمية. أما المنطقة الثالثة والأخيرة فهي لوكتشين هيلز، وهي عبارة عن 60 قطعة أرض متاحة للبيع، حيث تساوي 60 مليون دولار، وتعتبر تلك الأراضي هي مصدر التمويل الأعظم لاستمرار الجزيرة، مع مصدر آخر أقل دعم عن طريق بيع رموز NFTC، وهي رموز غير قابلة للاستبدال، قد يصل سعرها إلى نحو 500 دولار. ويحاول مجتمع الجزيرة التمرد على الأنظمة السياسية القائمة في جميع أنحاء العالم، ويهدف لخلق نظام جديد يفتح الباب أمام جميع الأفراد للحضور إلى أرض ليبرلاند والإقامة بها والحصول على جنسيتها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت. ورغم كل ما تكفله جزيرة ليبرلاند من مميزات وما تطرحه من طموحات وآمال واسعة، إلا أن عيبها الأكبر هو أن مستقبلها غير مستقر وغير واضحة معالمه. ورغم كل ما تكفله جزيرة ليبرلاند من مميزات وما تطرحه من طموحات وآمال واسعة، إلا أن عيبها الأكبر هو أن مستقبلها غير مستقر وغير واضحة معالمه. بحسب المحللين، تفتقد الجزيرة الوليدة إلى تنوع مصادر الدخل، وبالتالي تفتقر كريبتولاند للتمويل الأكبر الذي يدعم بقائها ويكفل استمراريتها. رغم تزايد الإقبال والقدوم إلى الجزيرة في الوقت الحالي، فهل تنجح الجزيرة في مهامها؟